هاي كتبت أول ورد. السلام عليكم، مرحبا، كيفكم؟ دعناكم في الجديد من لو خيروك. يلا جاهزين؟ جاهزين. يلا رح ناخذ أول تعليق. يزن، لو خيروك تكسر 3 بيضات على راس يامن أو تضرب عمه أبو يزن 5 كفوف؟ بابا، الاثنين صعبات. بابا من أول بلشنا اثنين صعبات؟ ما بصير، بدك تختار فورا. طب بابا أكسر 3 بيضات؟ حرام بابا أكسر، والله حرام. أضربها 5 كفوف؟ مشكلة. لا لك شغلة، أول شي بيض ما في اليوم عنا، لأنه هلا متوي بطلع بالبراد ما في غير بيضة، والتجول ممنوع بالشارع، أروح أجيب يعني مسكرين كل السوبر ماركتات. بابا اضربها 5 كفوف؟ بابا اجباري تختار، يعني بيض ما في غير بيضة واحدة او 5 كفوف. خلاص سامحني، انا رح اختار اضربها 5 كفوف. سامحني بابا. الله يسامح الجميع بابا، انا ما عندي مشكلة، يعني هي كلها عبارة عن لعبة، يعني انا اكيد بعرفك انت زلمة محترم، يعني يعني اكيد هو عيب، اكيد عيب الولد يضرب ابوه، بس اكيد هي لعبة لعبة، احنا نمزح. ممكن تجي عندي؟ طيب ماشي، حل عندك، يلا ها تفضل اضرب. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، أنا حبا. تعال عني. جيت. هلا عملنا فيكي مقلب، عتحبيني لسا؟ قلتلك بدي أرديلك هالمقلب. هلا بستيني بوسة ما رديتيني مقلب. أصدقائي نحن عملنا هلا مقلب، اللي ما شافه يشوفوه يشوفه كمان. موجود بالقناة. هلا عملنا فيها مقلب. وكمان لسارة من نفس التعليق. سارة، لو خيروكي تغني أغنية أو تاكلي فلفل حار، بحبكن كتير وأتمنى يطلع تعليقي، بحبكن كتير كتير. بحبكن كتير كتير. شو تختاري؟ بابا فلفل وغني. خلاص أنا بختار أغني. تختاري تغني؟ إيه بغني. يلا غني غنية. صخابط صخابط لخابط لخابط، مسك الألوان رسم على الحيط. خلاص غني. لا هي غنية بس؟ شخبط شخبط لخبط لخبط، مسك الألوان ورس. كيفك يزن وكيفك سارة؟ أهلين أهلين، حدنا. ربي يسعدكن. يزن، لو خيروك تكتب على جبينك أبو الورد طول الحلقة أو تغني شي أغنية حلوة؟ خلاص أنا رح أختار أو تبع جبيني أبو الورد. يلا تعال عندي أكتب لك. وهي عجبكن؟ هيك كتب أبو الورد. أتيت طول الحلقة. لو خيروك يا يزن تروح على الشارع وتقول لبنت أنا بحبك أو تشرب كاستين مي؟ أرجع على الشارع وأقول لبنت أنا بحبك. في حظ التجول، ما بحزن أنزل. خلاص أنا رح أختار أشرب كاستين مي. خليكم معي لأروح أجيب المي. ولا سارة كمان، سارة، لو خيروكي تلبسي لبس أخوكي يزن وترقصي فيهم بالشارع أو تلعبي أخوكي يامن، يا ريت تطلع تعليقي، أنا بحبكم كتير، شهد من سوريا. بابا أنا بختار ألبس لبس يزن هون بالبيت. مو تمشي، ترقصي. إيه بدي هون أرقص بالبيت، لبرا ما في طلع، يعني لبرا ممنوع، حظر تجول. ايه لأن الصغار ما بيش يطلع. لا هلا صار صغار وكبار ممنوع التجول. يلا قومي البسي. يلا قومي خليكم. يزن، لو خيروك تبوس أبوك أو تبوس يامن؟ أنا رح أختار أبوس البابا، لأن هلا يامن نايم، أنا رح أختار أبوسه. طيب بنكمل التاريخ نفسه. عمو، لو خيروك تشرب 3 كاسات مي أو تعانق يزن؟ طبعا هذا الخيار اللي قلوا لك سارة ما علاقة. أنا بالنسبة لي أشرب 3 كاسات مي بشرب، ما عندي مشكلة 3 كاسات، وبدي عانق يزن، خلاص أنا بعانقك. وانت إيش اخترت؟ تبوسني ما؟ بوس. هلا أنت عانقك. خبرني يا طير عن كل الحبايب. بيت فستق.
هلا كركات عندي. هي العيلة السعيدة. أنا اسمي إسماعيل، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيفكم أحبابنا؟ إن شاء الله تكونوا منيحين بعد مرض كورونا، لأنه ما في حدا فرحان في هذه السنة. طبعا أكيد يعني مين فرحان؟ لا مرض كورونا ولا غير كورونا، الحياة كلها صايرة ما بعرف شلون. يا رب هيك إن شاء الله هالمرض الله هيك يبعده عنا ونخلص منه إن شاء الله. قولوا آمين. آمين. طبعا أول مرة أكتب تعليق على قناة يزن وسارة. أمانة طالع لي تعليقي. لو خيروك يزن مي وملح ليمون وفلفل حاد، أو تقلنا شو هوايتك بس تكبر؟ هلا أول شيء لما أكبر هوايتي أكون كبير ممثل، وتاني شغلة أكون لاعب طابي. أنا بحب الطابي كتير، هي لعبتي المفضلة. تحب تلعب يعني فوتبول؟ إيه فوتبول طابي، أنا بحبه كتير. إن شاء الله الاثنين بتحققوا، إن شاء الله بصير لاعب طابي وبصير ممثل إن شاء الله. إن شاء الله. وكمان لسارة من نفس التعليق، لو خيروكي سارة تقصي شعر يزن أو يامن ما بيفرق يعني، أو تشربي مي لست صالحة للشرب، فايش بختاري؟ قصة يزن منه شوي شعري؟ شوي طبعا شوي إلك يعني، لا يزن أو لا يامن، أنت يلا اخترتي يزن. طيب يلا، لأني هلا يامن نايم ما بحسن روحان. أكيد يامن نايم، نحن وقت بنصور من نايم يامن، بس وقت بدي صور ما أنا مفيقه. يلا قص شعره. هم قصتها قصة يزن شوي، ها ما تخاف مو كتير طلع ليه اسمع في صغيرة اسبب صغيرة اسبب طرب تيك طلعت معي ما بعرف. لو خيروك يا يزن تشرب شاي وملح او تدق على الجيران وتهرب؟ لا انا رح اختار اشرب شاي مع ملح. ليكم هلا اروح اجيب الشاي مع ملح، ليكم وهي الملح وهي الشاي لحط شوي. لا ما رح حدا كثير مشان ما تدوب. بسم الله. ملحة ولسارة كمان، لو خيروك يا سارة تطلعي على السطح وتوسخيه كله أو تحكي رجلين أبوكي؟ بحطكم متعباتكم من سوريا. ليش عم تضحكي؟ بابا أنا بختار تحكي إزرق. اطلع سطوح صدق. ها لا خلاص برد تحكي رجلي؟ ايه يلا تعال يلا جيتك. هي حكي لي. كاسو نور 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 جوا جوا. كمان كمان كمان. والله عجبني صاحب التعليق، عجبني. أنا بدي حدا هيك يسألني مساجات. تبون على نفس التعليق. حكي كمان كمان ليه كله هون 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 عصبيه. كيف قاعد عصبيه؟ يا ما عصبيه مو صغار قرقروني بدك أنا فارة. يا ترى ما بتضحك؟ مين؟ بتضحك؟ قلت جواتي يا بتضحك. طيب هي حاجته حكي كمان التالي شوي. هيك معي حك معها. هلا إذا بيروح يهري لك إياه. عجبتني هالشغلة. خلينا بلا نصوره وخيره خلينا نكمل. إيه حكوا لي الجاي. يا انت تحت تحيات اصدقائي، لا تاخذونا على يدك حطينا الجنة بس هيك الخيار. انا جديد على القناه وبتمنى تطلع تعليقي. اهلا وسهلا فيكي، نورت القناه يا فرح. لو خيروك يا يزن تاكل ليمونه او تروح على الشارع تقول انا مجنون؟ انا راح اختار قول انا مجنون. بدك تقول انت مجنون؟ ايه بس هو بالبيت طبعا. هون اصدقائي مثل ما حكينا بالشارع ممنوع النزله، فنحن هلا راح نصور هون في البيت يقول انا مجنون. ايه هون بالبيت خليكم معي. أنا مجنون. ولسارة كمان، لو خيروك يا سارة تاكلي شطة أو تبوسي أخوك يامن على راسه؟ اسمي فرح من فلسطين، تحياتي لفرح وأهل فلسطين. أنا بختار أبوس يامن من راسه. يلا خليكم معي. هاي يامن رح أبوسه. يامن بحبك.
بوسني انت بوسني من هون بوسني يلا بوسني يا مي. حاش مستش انت حبيتي انا حبيت مونتي ايش بدك تسميك ها شو السنه انت